السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. والله تقديري ان تغيير رئيس برئيس او ايجاد شخص اخر غير الرئيس الحالي لا يحل مشاكل الجزائر. الجزائر بعد تجربة نصف قرن في حاجة الى اعادة النظر في نظام الحكم كنظام متكامل، يجد جسور ويمد جسور مع مشروع جبهة التحرير الوطني كما حددته أدبيات أول نوفمبر، والتي تنص على بعد الاستقلال بناء دولة ديمقراطية واجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية. هذا مشروع عام، لكنه مع تحيينه يمكن أن يكون مشروع جامع.